لمناقشة آخر مستجدات ثورة تشرين معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق الراوي، ومن الدوحة الكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليمي. أبدأ معك دكتور فاروق الراوي، يعني ثورة تشرين في شهرها الثالث، كيف تصف منجزاتها ومسارها؟ بالبداية تحياتي لك وإلى مشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة أن أهم منجز من منجزات ثورة تشرين هو القضاء على الطائفية في العراق. اليوم من يرى المظاهرات التي خرجت في الناصرية وفي ذي قار في مدن الشطرة وفي ذي قار في ساحة الحبوبي، ويرى الشعارات التي رفعت والهتافات اللي هتفوا بها المتظاهرين أو الثوار، ما كان يعتقد أي إنسان أنه بعد 16 سنة من الحشد الطائفي ومن التغلغل الإيراني أن ينقلب هذا المجتمع بشكل سريع جدا. خلال أقل من شهرين استطاعت هذه الثورة، أنا باعتقادي هذا هو أهم منجز، أن توحد العراق وأن تعيد للعراق مكانته ولشعب العراق مكانته. إذن هذا المكسب الأول. المكسب الثاني هي عرت الثورة، عرت الحكومة وعرت البرلمان وعرت ما يسمى بالتجربة الديمقراطية في العراق. هذه أعتبرها هي منجزات للثورة وتوحيد الثوار، سواء كان بنفس الهتاف ونفس الشعار، سواء كان ابن البصرة أو ابن بغداد أو ابن القادسية أو ابن المثنى أو ابن كربلاء أو ابن نجف، هذا التوحد في الهتافات والمطالب هو واحدة أعتبر مكسب جيد جدا حققته الثورة وحقق الثوار خلال فترة لم تتجاوز الشهرين. أرجو أن تبقى معنا دكتور فاروق، نتحول إلى الدوحة ومن هناك نرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليمي، مرحبا بك معنا. حياك الله أخي العزيز. أستاذ إياد، يبدو أنه مع الهبة الكبيرة اليوم للطلبة واتساع الإضراب العام والعصيان المدني الذي شهدناه اليوم في العراق، هل يعني هذا أن الحكومة والأحزاب السياسية فشلت في رهانها على عامل الوقت وأن الشعب العراقي سيمل وسيتراجع عن مطالبه؟ نعم بالتأكيد، ما جرى اليوم في العديد من المحاولات العراقية هو دليل على أن الأحزاب والكتل السياسية في العراق والطبقة الحاكمة فشلت في رهانها على عامل الوقت ودخول فصل الشتاء البارد والأمطار. اليوم ما جرى في المدن العراقية في بغداد والمدن العراقية الأخرى يؤكد مرة أخرى على أن الشباب الذين خرجوا في الأول من أكتوبر ومن ثم في 25 من ذات الشهر يعرفون ماذا يريدون، مصرون على مطالبهم، لديهم القدرة والعزيمة والإصرار على استنهاض الشارع في أي لحظة هم يرونها ضرورية وحاسمة من أجل تحقيق مطالبهم. اليوم هناك درجة كبيرة من الوعي لدى هذا الشارع. هذا الشارع لم يعد يثق بهذه الأحزاب، لم يعد يثق بهذه الكتل السياسية، لم يعد يثق بالعملية السياسية التي انبثقت عقب الاحتلال الأمريكي في العام 2003 وحتى اللحظة. بالتالي فإن هذا الشعب وهذا الشارع مدرك جيدا لما يقوم به، ومدرك جيدا لتحركاته، ومدرك جيدا لأهدافه وكيفية تحقيق مثل هذه الأهداف. لو أننا نلاحظ أنه ما بين وقت وآخر تكون هناك دعوات لمليونيات، تكون هناك دعوات لاحتصام، تكون هناك دعوات لمشاركة أوسع من قبل الطلبة والإضراب. نعم دكتور فاروق، بالعودة إليك إلى أن يتأمل الاتصال مرة أخرى بالأستاذ إياد الدينامي، يعني الشعب لم يعد يثق بالأحزاب ولم يعد يثق بالعملية السياسية، وهناك دعوات لمليونية، وهناك أيضا الكثير من الزخم والإصرار على الاستمرار بهذه التظاهرات، ولكن الأحزاب ألا ترى أنها يعني تحاول أيضا تناور من أجل إعادة تدوير نفسها؟ إلى أي مدى ستظل محاولات المناورة من قبل الأحزاب دكتور فاروق؟ الجماهير منذ اليوم الأول طرحت مسألة إسقاط السلطة، إسقاط السلطة بكاملها، إسقاط العملية السياسية وليس الحكومة،
وليس تغيير رئيس الوزراء. ولذلك جماهير الثورة لا زالت مستمرة على نفس الطلبات ونفس الأهداف في تغيير العملية السياسية وفي إيجاد عملية سياسية تلبي طموحات الجماهير. ولذلك الأحزاب تعتبر نفسها هي في الرمق الأخير، أي تغيير يحصل الجميع ستطاله يد العدالة، لأن لا أستثني بهم أحد، الجميع تشوبهم عمليات فساد، تشوبهم عمليات، ستطالهم عمليات قتل وإجرام وتهجير والاستيلاء على أموال، على المال العام وعلى أموال الكثير من أبناء العراق اللي هجروا خارج البلاد. هذه الطغمة الفاسدة التي تحكم العراق منذ 2003 ولحد الآن هي نفسها، إذا تغيرت وجوه ولكن نفس القوى السياسية والكتل السياسية لا زالت مستمرة، ولذلك هي تستميت من أجل الآن الصراع أصبح صراع داخلي ما بين القوى، من هي الكتلة الأولى ومن هي الكتلة الكبرى، بين سائرون وبين الفتح والبناء والقانون، هناك أصبح الصراع من أجل البقاء، الصراع من أجل الحفاظ على السلطة. ما يطرح من مرشحين هم مرفوضين من الشعب، سواء طرحوا المرشح الأول أو الثاني أو الثالث وآخرهم قصي السهيل، الآن مرفوض من الجماهير بشكل كامل، سواء تبنى البرلمان أو تبنت الكتل. الآن نشرت عدد من الرسائل أرسلت إلى رئيس الجمهورية بترشيح قصي السهيل من 5 كتل، ولكن حتى إذا وافق رئيس الجمهورية هل سيوافق الشعب؟ هل ستوافق الجماهير الثائرة؟ بالتأكيد لا. نعم. طيب دكتور، يعني عندما ننظر إلى الموقف الحكومي هناك موقف متعنت وينظر إلى الشعب يعني في حقيقة الأمر بطريقة مستغربة كما يقول المراقبون، وهي التعامل بالخيار الأمني والعسكري وعدم الاستجابة لمطلب الشعب، وبالتالي أصبحت هناك فجوة كبيرة جدا بين مطالب الشعب وبين ما تريده الحكومة والطبقة السياسية. إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك بالواقع السياسي في العراق؟ أنا أعتقد أنهم جميعا الآن يشعرون بالخوف ويشعرون بالقلق الكبير نتيجة استمرار الجماهير، نتيجة تضامن الكثير من قطاعات الشعب. اليوم الطلبة شاركوا بشكل كامل، ومن خلال التقرير اللي قدمته قناتكم أنه طرحوا الاعتصام وطرحوا الاستمرار في الأضراب. معروف أنه الطلبة في كل بلدان العالم يساهمون في تغيير أنظمة. الطلبة في فرنسا عام 68 أسقطوا ديغول وهو القائد لتحرير فرنسا، ومع ذلك لأنه اصطدم مع الطلبة أسقط ديغول. والكثير من الأنظمة سواء كانت في أوروبا أو غير أوروبا قطاع الطلبة يلعب دور كبير في التغيير. أنا أعتقد أن الحكومة رغم تعنتها لكنها هي بالحقيقة مهزوزة وموتورة، ولذلك لم نجد أي من السياسيين يظهر على القنوات لتبرير ما يجري الآن. كل ما يجري هو من خلال قنواتهم الإعلامية ومن خلال بعض مصادرهم، لم يظهر أي منهم لم يستطع لمناقشة أي من الثوار أو لمواجهة الثوار، سواء كان في ساحة التحرير أو في مناطق في ساحة الحبوبي. نعم. أو في المناطق الأخرى. ابقى معنا دكتور فاروق الراوي. بالعودة إلى الأستاذ إياد الدريمي، عاد إلينا مرة أخرى، مرحبا بك، تسمعوني الآن؟ نعم أسمع. أستاذ إياد، يعني مع الصراع الداخلي بين القوى السياسية القائم على قدم وساق من أجل الحفاظ على السلطة ضمن دائرة الطبقة السياسية، عمليات الاغتيالات مستمرة أيضا على يد الميليشيات، الاغتيالات التي تطال الناشطين في ثورة تشرين، اليوم قتل ناشط في ميسان، يعني
مع هذا الصراع الداخلي بين أقطاب العملية السياسية والطبقة السياسية واستمرار عمليات الاغتيال للناشطين، ما تداعياته؟ طبعاً بالتأكيد منذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة في الصين كان واضحاً أن هناك قوى مسلحة خارج سيطرة الحكومة، وربما هي بالتأكيد تدعمها حتى من قبل الحكومة. هذه القوى المسلحة كانت تعمل بالتوازي مع الخطط السياسية والمحاولات السياسية التي تقوم بها الحكومة السياسية. تمحور دور هذه الميليشيات المسلحة بمحاولة إرعاب وإرهاب الشارع المنتفض، الشارع الدائر، من خلال عمليات الاغتيال، من خلال عمليات الاختطاف، من خلال عمليات التهديد والترهيب. ولاحظنا الكثير من النشطاء الذين كانوا من الحاضرين في ساحات التظاهرات قد تعرضوا للاغتيال وتعرضوا للخطف وتعرضوا للترهيب. اعتقد ان هذه كان واحد من الاساليب التي لجأت اليها هذه الميليشيات المسلحه المدعومه من قبل السلطه. ولكن رغم ذلك واصل الشباب ثورته. الخطير في هذا الامر انه كلما زادت هذه العمليات كلما زادت اراده الشباب واصرارهم على المواصله. أكثر من ذلك أن الكثير من هذه العمليات التي كانت تكون في جنح الظلام. نعم. يعني. نعم سادات نسمعك. حبيبي مية سلام. سادات نسمعك، هل تسمعنا؟ أوكي ولا يهمك. هناك مشكلة في الصوت. يا على ما يبدو نعم. لذلك نتوجه مرة أخرى للدكتور فاروق. دكتور فاروق، للمرة الثانية يوجه برهم صالح الرئيس العراقي رسالة لمجلس النواب للاستفهام عن الكتلة الأكبر. ألم تعد القضية تدور في حلقة مفرغة مع عدم قدرة البرلمان والقضاء على حسم هذه القضية؟ سبحان الله، أردت وأنت توجه السؤال أن بدر إلى ذهني الحلقة المفرغة. هم فعلا يدورون في حلقة مفرغة، وهم أنا ذكرت قبل قليل أصبحوا موتورين، أصبحوا غير قادرين على تفسير أي مادة. حتى جواب المحكمة الاتحادية لم تستطع لا رئاسة الجمهورية أن تفسر ولا البرلمان، وبالوقت اللي هو واضح وللجميع أنه لم تتشكل كتلة أكبر في الجلسة الأولى، ولا وعملية اختيار عادل عبد المهدي لم تكن من خلال وجود كتلة كبرى. لذلك أعتقد أنه حتى إذا توافقوا على شخص أو مرشح هذا لن يغني شيء ولن يحل أي شيء، لأن الجماهير قالت كلمتها لا للعملية السياسية بالكامل. وأنا باعتقادي أنه لن يطول الوقت، ستهزم هذه الحكومة وستهزم هذه الكتلة السياسية الفاسدة، وستنتصر إرادة الجماهير، إرادة الثورة. وهذا ليس تمني وإنما هذا واقع بدأنا نلمسه الآن، خاصة هذا اليوم من خلال الجماهير اللي نزلت إلى الشوارع في أكثر من مدينة، وبالذات عندما تكون الهتافات في ذي قار بهذه القوة وبالتحام الشيوخ وبالتحام العشائر. هذا يعني أنه فعلا أصبحت الثورة ثورة شعبية ضد سلطة فاسدة، ضد سلطة فاجرة. دكتور فاروق، يعني ماذا تتوقع أن يتمخض هذا الصراع السياسي على المنصب؟ البعض يصف بأنه لم نسمع منذ العام 2003 وإلى الآن أي صراع على بناء العراق أو بناء البنى التحتية، ولكن لطالما يعني منذ سنين الاحتلال من سنة 2003 إلى الآن نسمع بالصراعات على المناصب. هذا الصراع الأخير الآن ربما ولن يكون الأخير، ماذا تتوقع أن يتمخض عنه؟ لن يتمخض عن شيء، لأن الجميع الآن مثل ما ذكرنا هم الآن في الرمق الأخير. ولذلك حتى إذا توافقوا على الآن توافقت خمس كتل على ترشيح قصي السهيل، ولكن هل يعني هذا أنه إذا حصل قصي السهيل على أغلبية وافق رئيس الجمهورية وحول إلى البرلمان والبرلمان وافق عليه، هل ستوافق الجماهير الثائرة على ذلك؟ أنا باعتقادي لن يستطيع أي رئيس وزراء مرشح. هل سنشهد انفجارا ربما شعبيا؟
هل سنشهد ربما في الأيام المقبلة انفجارا جماهيريا في إطار هذه التظاهرات على يعني هذه الاحتمالية، احتمالية يعني أن يكون قصي السهيل هو الفائز؟ هو باعتقادي أنه يوم 25 سيكون يوم مفصلي، يوم مرور شهرين على الثورة، باعتقادي أنه سيكون يوم حاسم في شوارع وساحات الاعتصامات. نعم، أرجو أن تبقى معنا. ننتقل مرة أخرى للأستاذ إياد. يعني تواترت أخبار كثيرة عن ترشيح وإمكانية أن يكون قصي السهيل هو رئيس الحكومة، وما تفضل به الدكتور فاروق كلام مهم، هو ليس مهما أن تتفق الكتل البرلمانية أو لا تتفق، المهم أن الشعب العراقي والثوار في ساحات التظاهر هل سيقبلون بذلك أم لا؟ يعني ساحات التظاهر أبدت رأيها بترشيح السيد قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة، وأعلنوا منذ البداية رفضهم بهذا الترشيح. الآن وقبل ساعتين أو ثلاث ساعات عندما بدأت الأخبار والتسريبات ترد أن هناك توافق بين بعض الكتل البرلمانية لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة، لاحظنا زيادة الزخم البشري على ساحة التحرير والساحات الأخرى. الآن وقبل قليل هناك قطع للطرقات في كربلاء، في الديوانية، في النجف، نزول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد. أعتقد أن هذه رسالة واضحة للكتل السياسية أن هذا المرشح مرفوض، وأن عملية فرضه بالقوة على حتى على رئيس الجمهورية برهم صالح الذي هدد قبل قليل بالاستقالة في حال استمرت الضغوط سيكون أمرا غاية الخطورة، سيدخل العراق في فوضى ربما لا تحمد عقباها. الثالثة أن هذه الكتل السياسية تعيش وكأنها منفصلة عن الواقع، تحاول جهد إمكانها أن تبقي بعضا من وجودها، من كيانها، من نفوذها. والآن منذ الأول من أكتوبر وحتى اللحظة هناك معادلة تغيرت. الكارثة أن هذه الكتل السياسية لا يبدو أنها تدرك ما تقوم به، يبدو أنها منفصلة عن الواقع. شكرا لك أستاذ إياد الدليمي، كنت معنا من الدوحة، وشكر موصول أيضا لضيفنا الدكتور فاروق الراوي عبر سكايب. شكرا لكما.